أضيف إلى ذلك أن مسرة الرب بيد آدم لم تنجح، فالله أعطى لآدم سلطان على كل الخليقة بشرط واحد، وهو أن يخضع آدم للمسيح. وبكل أسف زي ما فهمنا من تسلسل الأحداث تكوين واحد قال لهم تسلطوا على كل المشهد، أنتوا هنا تمثلوني بشرط. تكوين اثنين ما تاكلش من الشجرة، تكوين ثلاثة آدم أكل من الشجرة فعصت عليه كل الخليقة. وفكرة الحكم الثيوقراطي اللي كتار من الدراويش بيجروا وراها في الحقيقة ده مش حكم الله إطلاقا، لكن ربما حكم عدو الله. لكن مين اللي يقدر يجيب لنا حكم الله؟ مين اللي يقدر يعيد الأرض لسلام؟ خليني أسأل السؤال اللي جه في رؤيا أصحاح 5، من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ لم يوجد أحد لا في السماء ولا الأرض ولا تحت الأرض. فبكى يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب، قال له واحد من الشيوخ لا تبكي، وذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا اللي هو المسيح لكي يفتح السفر ويفك ختومه، هو المستحق أن يملك على الأرض ويعيد الأرض إلى الوضع العظيم اللي الرب أراده لها. يعني مسرة الرب بيد آدم لم تنجح، لكن بحسب ما نقرأ في إشعياء 53 ومسرة الرب بيد المسيح تنجح.